مدير فني الكاراتيه فرق كاراتيه في اتحاد الشرطه، ومدير فني منتخب مصر سابقا، ومدير عام مشروع الرياضه القومي العالمي للكاراتيه. احنا طبعا النهارده في بصدد احتفاليه لتكريم منتخب مصر في الكاراتيه اللي حصل على ترتيب عام تاني في بطوله العالم اللي اتلعبت من حوالي شهر. السنه اللي فاتت لو حضراتكم تتذكروا احنا جبنا ترتيب عام اول، فاحنا في جميع المراحل شغالين ناشئين وشباب والكبار من الرجال والسيدات. بفضل الله بقى لينا مكانه في وسط دول اوروبا والدول القويه في اللعبه زي اليابان، فرنسا، المانيا، ايطاليا، انجلترا، دي دول متقدمه. وكنا لما بنجيب ميداليا ذهب من سنوات سابقه كانت بتبقى انجاز، دلوقتي احنا بقى لينا ترتيب وبناخد اول عالم وتاني عالم بترتيب بخمس او ست ميداليات ذهب غير الفضه والبرونز. ده نتيجه جهد شاق قام به الاتحاد في الاعداد، الجهاز الفني والجهاز الاداري، اعضاء مجلس الاداره، وربنا كرمنا بفضل الله بالمركز اللي جابوه. ده بالنسبه للمراكز الدوليه. بالنسبه للجزء الانتاج المحلي، الاتحاد انشا مشروع شغالين فيه بقالنا حوالي سنه ونص اسمه مشروع الرياضه القومي العالمي للكاراتيه، بيهتم بانشاء منتخبات في مناطق مصر 26 محافظه في سن 13 و14 و15 سنه. بنعمل لهم اعداد، بنكون منتخب المنطقه، بنبعت لهم مدرب يدرب، وخصوصا محافظات الصعيد، وده جزء فني ورياضي وتربوي، لان الولاد دول محتاجين رعايه عشان نبعدهم عن الحاجات اللي ممكن الفساد اللي في الشارع او مخدرات او فدي بتكون شخصيه اللاعب وتخليه ليه منافسه وليه طموح. وفي نفس الوقت المناطق دي بعيده عن تطوير نفسها في الناحيه الفنيه لقصور مادي والبعد المسافه، فاحنا بنسهل عليهم الاجراء ان انا ببعت له بدون تكاليف، تكاليف كلها بيتحملها اتحاد الكاراتيه، ببعت له مدرب خبير يروح يدرب عندهم خميس وجمعه وسبت كل اسبوع، او المناطق البعيده بيقعد اسبوع في الشهر. وبفضل الله احنا لحد دلوقتي بقى لنا حوالي اكتر من سنه ونص في هذا المشروع، جبنا نتائج ممتازه في حوالي 16 محافظه، وهنبتدي المرحله الثانيه نضم المحافظات اللي هي كانت اعلى وليها امكانيات اكتر زي اسكندريه والقليوبيه والقاهره والجيزه للمشروع.